هذا وقد أشاد عدد من الفنانين والمخرجين والأدباء والمهتمين في عالم الإذاعة والتلفزيون بمهرجان الخريج للإذاعة والتلفزيون بنسخته 16 واصفين إياه بأنه منصة هامة للإبداع الخليجي والعربي ومحطة مهمة لتبادل الخبرات بين المبدعين من مختلف الأجيال مثمنين في الوقت نفسه الجهود المبذولة من قبل القائمين على المهرجان لإظهاره بهذه الصورة المميزة. الفرحة ما تتخيلينش كثر مسايعتنا وإحنا نستقبل ضيوفنا من كل الخليج ومن أيضا الوطن العربي. اليوم ما نقول في منظم في إداري في هذا المهرجان، اليوم نقول إحنا كلها للبحرين نستقبل هالضيوف الغاليين على قلبنا، وإذا ما شالتهم الأرض نشيلهم في عيوننا فوق راسنا. سعيد بهذا المهرجان، مهرجان الإذاعة والتلفزيون جزدانة، وأتمنى أن أيامكم كلها تبقى احتفالات وعياد إن شاء الله ومهرجانات فنية. عرس فني، عرس درامي، عرس نتشوق احنا كل سنتين احنا نحضر مثل هذه اللقاءات، لأنها فعلا يعني تجمع قلوبنا وتجمع محبتنا وتجمع أعمالنا اللي ما شفناه من زمان نشوفه من مخرجين من منتجين من ممثلين، فأكيد له وقع كبير في القلب هذا المهرجان، ويشكر عليه صراحة يعني القائمين على مهرجان إذاعة جهاز إذاعة وتلفزيون للخليج على هذا التنظيم الرائع، يعطيهم ألف عافية. طبعا أنا وايد سعيد بين أهلي، يعني مملكة البحرين هذول كلهم أهلي أحبهم وايد، وأنا بدايتي كانت في البحرين، مسرحياتي مسلسلاتي، يعني أول عمل اشتغلته برا الكويت كانت البحرين، فيعني البحرين لها حب خاص في قلبي. طبعا أنا وايد مستانس إن أنا موجود في مهرجان إذاعة والتلفزيون، ولأول مرة في جائزة الدانة حق الفنانين، فهذا شيء وايد حلو. البحرين العين والقلب، البحرين الحبيبة، الله يبارك لكم ويديمها عليكم من أفراح منعها إن شاء الله من زوال يا ربي، كل أيامكم فرح وسلام. أنا دائما أقول أنا كويتي وشم رائحة البحرين، رائحتي في الكويت والهواء اللي أشمه في البحرين. الله يسلمكم، الله يحفظ لكم مملكة البحرين وملكها وشعبها الطيبين الحلوين، اللي الواحد لما يجبل على البحرين ينشرح قلبه. نعم والله.